نكمل بقى فرحتنا مع فرق النادي الاهلي المختلفه، وكلامنا دلوقتي هيكون عن فريق الاهلي للناشئات كره اليد مواليد 2006 الف اللي توج ببطوله كاس مصر بعد ما تغلب على فريق مكوس بنتيجه 27-21. قدم الحقيقه برضو الفريق مباراه في منتهى القوه من اول لحظه في هذه المباراه، طبعا فرض سيطرته على كل مجريات المباراه تقريبا من بدايتها لنهايتها ليتمكن في نهايه المطاف من تحقيق هذا الفوز. وبرضو لابد من التهنئه كابتن ياسر سالم مدرب فريق النادي الاهلي ناشئات كره اليد مواليد 2006. كابتن ياسر صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك. صباح النور، ربنا يبارك في حضرتك، اشكرك جدا. طبعا مشوار التتويج والحصول على كاس مصر اكيد مشوار ما كانش سهل، وبطبيعه الحال لعبته فرق قويه، اصعب المباريات عموما. ولو طلبت من حضرتك هو سؤال واحد بس مش هطول عليك، لخص لنا كده في ايجاز مشوار حصول هذا الفريق على بطوله كاس مصر، اتفضل يا كابتن. مشوار البطوله طبعا بيبدا في ادوار تمهيديه، بيبقى فيه قرعه 32 فريق، ده دور ال 32، بنبتدي نتدرب في المباريات عن طريق القرعه اللي تمت. كل مباراه طبعا مباراه الكاس بخروج المغلوب، فكل مباراه اهم من المباراه اللي بعدها طبعا، بناخدها قطعه قطعه، بناخد كل مباراه على حده، بنحاول ان احنا نشتغل على المباراه، بنحاول نشتغل على الفريق اللي احنا هنلعبه، وان شاء الله بنقول يا رب وبنجتهد الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا في الاخر بالبطوله. لما بنوصل المربع الذهبي بتبقى بطوله مجمعه ما بين اربع فرق بتقام في احد المدن، فكان المقامه في الاسكندريه، وانا بلاعب او اللي موجودين في الاسكندريه كانوا ثلاث فرق من الاسكندريه، طبعا هم من المدينه من هناك، انت بتبقى سفر واعداد وبيات، وطبعا بتبقى بتواجه صعوبات يعني. فاول مباراه كانت في الدور قبل النهائي مع نادي سبورتنج، وده فريق محترم جدا طبعا، بتلعب في صاله نادي سبورتنج، طبعا هم واخدين على الملعب، بتبقى اجواء طبعا غير طبيعيه بالنسبه لك، انما الحمد لله رب العالمين هي بتبقى اصعب مباراه لان هي بتبقى المفتاح، بتلعب قبل النهائي بتكسب، الثاني يوم بتلعب نهائي. فالحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا اول يوم فريق سبورتنج المحترم، وثاني يوم كان ان شاء الله كان معانا الحمد لله فريق باكوس، كان هو قبلها بيوم فريق سموحه وكسب، لعبت انا وهو على المركز الاول والبطوله، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله وكسبنا الماتش وكسبنا البطوله الحمد لله رب العالمين. لكل مجتهد النصيب يا كابتن ياسر مليون مبروك، وان شاء الله المزيد من النجاحات الفتره الجايه. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك، صباح الفل عليك ومشكرين جدا، ربنا يخليك تحت امرك، اتفضل.